فكيف يكون الحياء مع الله عز وجل؟ سؤال يجب أن يطرح حتى يتحقق لدينا مفهوم الحياء مع الله عز وجل. حق الله تعالى على عباده عظيم، فلذلك يجب أن يقدروه حق قدره، فيسارعوا إلى فعل الخيرات والطاعات وفعلها وإسقاطها على أرض الواقع والبعد عن السيئات، طبعا خجلا من مقابلة الخير بالشر، لأن الإنسان يجب أن يقابل الخير بالخير لا الخير بالشر. إذا فعلنا المعاصي كأننا نقابل الخير بالشر. وأن يعرف الإنسان نعم الله، طبعا نعم الله على الإنسان متعددة وعظيمة جدا جدا جدا، فلذلك نقول أنه يجب أن يستحي أن يعصي الله عز وجل. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته يوما: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ، أولا أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن هناك عناوين رئيسية في هذا الحديث. أولا حفظ الرأس، أي حفظ ما في الإنسان من أفكار أو عقائد، ويحفظ البطن أن لا يقترب إلى فعل أن يفعل ما هو حرمه الله تعالى مثل الربا وغير ذلك، وأن يتذكر الإنسان الموت والبلاء، لأن ذلك كله تقربه من مفهوم الآخرة، فلا يتمسك في الدنيا. فلذلك نقول هذا ما يقصد به في الحياء. نرد الأمر إلى قضية أن يفعل الإنسان الطاعات ويبتعد عن المعاصي. دعونا نطرح بعض الأدبيات الواردة في الحديث السابق بما يتحقق مع مفهوم الحياء. نقول أن الإنسان يجب أن ينزه لسانه عن الخوض في الباطل، قد يكون نميمة، غيبة، قد يكون خوض في أعراض الناس لا سمح الله، قد يكون أيضا نقل أخبار كاذبة، إظهار الإشاعات أو نشرها وعدم التثبت منها، كلها هذه تعود على أنه لا يوجد فائدة منها، فلذلك الإسلام نهاها وشدد على عدم نشرها أو الخوض فيها. أيضا يتحدث عن قضية البصر، أن لا ينظر إلى محرم، أن يكون ولا ينظر إلى ما فيه شهوة فتؤدي فيه إلى معصية أكبر، أن يحفظ الأذن من سماع ما هو أيضا فيه معصية، أن لا نكشف الأسرار، إما أن تكون أسرار بيوت أو أسرار أصدقاء. عليه أيضا أن يحفظ هذا البطن كما قلنا في الشريحة التي سبقتها، بأن يحفظه من الحرام، من مال الربا، أو من أكل مال اليتيم أو غيره. أيضا أن يقتنع بالطيب الميسور، وأن يصرف كل وقته إلى مرضاة الله. قد يكون هناك أمور كثيرة ممكن أن تصرف فيها وقتك، مثل العلم، الرياضة، أمور يعني القراءة مفيدة جدا، تفيدك طبعا في الدنيا وفي في الآخرة. دعونا نضع بعض الإجابات لبعض الأنشطة الموجودة في الكتاب. ارجعوا معي إلى صفحة 82 في الكتاب لنضع بعض الحلول لها. النشاط الأول: بين أثر الحياء على عمل الفرد. أريد أثر الحياء على عمل الفرد. نقول، سوف أعطيكم بعض الوقت، نقول أن خلق الحياء يقوم على تقويم عمل الفرد ويجعله أكثر قربا من أوامر الله عز وجل، ويجعل الإنسان يجتنب أو يبتعد عن الشر ويقترب إلى الخير. تمام. النشاط الذي يليه نشاط رقم 4، يقول رسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ماذا تستنتج أو استنتج الأثر عدم الحياء على الفرد والمجتمع؟ أعطيكم بعض الوقت. الجواب يقول: من لم يلتزم بخلق الحياء فليس بعيدا عن كل عمل سيء مخالف لأمر الله عز وجل،
مما يؤثر على مكانته بين الناس فيبتعدون عنه ويتشتتون عنه، تمام؟ كما أنه سوف يؤدي إلى انتشار الرذيلة والابتعاد عن الخير في المجتمع. النشاط السادس رقم الصفحة 83. النشاط يقول: عزيز الطالب تردد على أسماعنا كلمات الحياء والخجل في آن واحد، فما الفرق بينهما؟ الآن نقول أن الحياء في الأصل هو الخجل، لكن الخجل من ماذا؟ من الإقدام على المعصية، من الإقدام على المعصية الله عز وجل المنعم المتفضل علينا. أما الحياء من قول الحق أو المجاهرة في الباطل فهو خجل مذموم، بل الإسلام نبذه. فالخجل من قول كلمة الحق هو يعتبر من الضعف في الشخصية، لذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين الصادقين. الآن السؤال الأهم: كيف نربي أبناءنا على خلق الحياء؟ هذا السؤال جدا مهم، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع طريقة جدا رائعة في هذه القضية، هي القدوة الحسنة، وهي من أفضل الطرق الموجودة عندنا في تعليم سواء كان للكبار وللصغار، فلذلك هي من الطرق التربية البناءة الهادفة، فتجدها لها أثرها في المجتمع والفرد. فلذلك إذا استحى الوالدين من أن يتصرفوا تصرف خاطئ أو مشين أمام أولادهم، تعود الأبناء على هذا الأمر، فأصبح لديهم حياء من أن يفعلوا شيء فيه معصية لله عز وجل. كذلك يجب على الوالدين أن يتابعوا تصرفات أبنائهم، فإذا كان هناك أمر يحتاج إلى التعديل فيقوموا هذا الإعوجاج، وهكذا نستطيع بهذه الطريقة أن نغرس في نفوس أبنائنا الخير ونغرس في نفوسهم خلق الحياة. النشاط السابع أيضا في صفحة 83، دعونا نطلع على السؤال: أعطي أمثلة على كل من الحياء مع الله، الحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الحياء مع زملائك. أعطيكم بعض الوقت للتفكير في هذا النشاط. الآن نأخذ أول فرع، الحياء مع الله عز وجل. أولا كيف يكون الحياء مع الله تعالى؟ ألا أفعل المعصية، والمعاصي طبعا متعددة، أن أمتثل أمره وأجتنب نواهيه، كمثلا السرقة، شرب الخمر، الزنا، أكل مال اليتيم، الربا، هذه كلها معاصي، النميمة، الغيبة، هذه كلها معاصي يجب أن أستحي من الله عز وجل وأن أفعلها، أن أشعر أن الله ينظر إلي فلا أقوم بفعلها. النقطة الثانية الحياء مع الرسول، طبعا باتباع أكيد سنته، باتباع سنته واجتناب ما نهانا الله عز وجل، ونتذكر أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي العنصر الثاني أو المصدر الثاني من مصادر التشريع، فلذلك يجب أن أحرص على اتباعها وتنفيذ كل ما جاء في السنة النبوية والابتعاد عن كل ما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق الإيمان الكامل. النقطة الثالثة الحياء مع زملائي، عن طريق أن أكفي بكف الأذى عنهم وترك المجاهرة بالقبيح كالابتعاد عن ضربهم، نهرهم، إيذائهم، أيضا من الأمور التي ظهرت لدينا في مجتمعاتنا الحالية التنمر عليهم، وهذه مشكلة نواجهها بشكل كبير في مجتمعاتنا يجب الانتباه إليها، خاصة بين صفوفنا في داخل مدارسنا، فلذلك يجب الحذر منها. شكرا.